نفتح ورشات في كل القطاعات. هذه الورشات التي ستناقش وتقترح للوصول إلى بناء مشروع وطني متكامل في جميع القطاعات، لنسير معا، لنتماسك مع بعضنا البعض، وهذا بالطبع لن يكون إلا بفتح ورشة كبيرة للوصول إلى بناء دستور جديد، لبناء دستور للجزائريين، بناء دستور على مقاس الشعب الجزائري وليس على مقاس الرئيس.